نعم، طلعت كل بداية سليمة. أستاذ ماجد عرفنا عن تفاصيل الحالة وشنو الخطأ اللي صار. يعني حاليا دا أشوف إنه الحالة هي وراك ابن حضرتك، احكي لنا شنو حالة الطفل. نعم، هذا الطفل مؤمل، نعم وابني ابني الوحيد، هذا الطفل مؤمل ابني الوحيد لي، وعندي بنات اثنين غيرتهم. نعم نعم، شنو حالته، شنو الخطأ الطبي اللي صار؟ حالته الطفل كان يعني قبل هالحادثة صار لها أكثر من 8 أشهر، يعني إن شاء الله هي يعني من الشهر الثالث، فكانت تجينا عواصف ترابية. زين العواصف الترابية كانت تضرب البلد، فكان طفلي يتحسس من العواصف الترابية، فكان يعاني من قحة، سعال بسيط. يعني راجعنا بيه أكثر من دكتور، قال وصفوا له تبخير، التبخير يصير زين وصف العلاج، وفعلا يتحسن. من يصير الجو غبار يرجع يتحسس من الجو ويظل يقيح. فآخر فترة اللي تعرض بيها الطفل بالليل تعرض، قام يقح، وصار عنده يعني الطفل مسخن قليل. زين، فأمه أمل قالت لي ده طفل ده يقح، يعني يظل هيك يقح. قلت لها صراحة بخرت له تبخير، جهاز يعني التبخير اللي شنو موجود عندي، ها بخار، يعني جهاز كتب لك اياه؟ جهاز تبخير، يعني تبخير نعم يصير عنده شلون تحسس بالضيق بالنفس، زين بالتبخير يرجع يعني موجود. نعم هذا يعرفونه الأطباء ويعرفونه زين الكادر الطبي شنو يعرفونه، اللي صار يعني ما بعدها؟ بي أي خطورة. فبخرنا، نام لساعة، رجع قعد الفجر، عم ظل يقح، القحة مالته استمرت لوجه الفجر. فبصراحة الأم ظلت بقلق. حضرنا الطفل ولبسناه واخذناه المستشفى النسائي والتوليد في بابل، لان هو قسم اطفال دي، طوارئ اطفال. نعم زين، فصار على ما بدا الدوام الرسمي. زين، يعني 9 صباحا دخلنا الطفل على ما اجراءات الطبله والوصولات والطبله اللي ادفع لازم ثمنها. زين، المهم كملتها دخلونا ونوموا على سرير، وقالوا انتظروا الطبيب المعالج يحضر. بلي، زين شو اللي صار بعدها؟ بعدها الطفل يعني الطفل ظل مفتوح سرير، يعني زين، وظل قالوا انتظروا الدكتور على ما يحضر. فظلينا ننتظر الدكتور ساعة، ساعة ونص. الطفل يعني قام قحته تزود، يعني كان يزود بالقحة مستمرة. زين، فكنا نسأل المقيمات البنات الموجودات، بنات يعني زين خريجات اعتقد، على ما اعتقد يعني نعم زين، وشنو الطفل هذا دي؟ قلت له دي حالته دي يقح زايد. قالت هسه حبيبي، هسه يجي الطبيب، هسه يجي الطبيب. استمرت هاي الحاله زين الى ما يقارب قبل 12. زين، الطفل قام يتنفس بصعوبه، يعني بصراحه قام يتنفس بصعوبه، حسيت بيه يعني تغير يعني معانا كل من قحه هالفترة الى والأطباء ما مشخصين الحالة ما المرضية اللي اي موجودة. اجراء اي اسعاف ماكو يعني. زين زين، فقلت للبنيه، قلت لها ست ده الطفل ده حالته تتغير، يعني الطفل شنو يعني وين الطبيب راح؟ زين، نعم قالت لي هسه الظاهر انه اتصلت بالتليفون، ما اعرف يعني اجراءاته، فكتبوا لي انبوب اكسجين من الخارج، ما متوفر داخل المستشفى. يعني من خارج فرحت المستشفى. من خارج المستشفى الان. زين، اشتريته من احد الصيدليات ورجعت بيه، اعطوه اياه عن طريق الانف. زين، وفتحوا اكسجين، قالوا خلوه انتظروا شويه هسه. نعم زين، فخليته يعني ظل تقريبا مقارب يعني تحت المشاهده، تباوع عليه يباوعون عليه تقريبا ما يقارب ساعه ونص، يعني اقل ساعه ونص يعني تقريبا. الطفل يعني اباوع دكتور ماكو بصراحه، هاي الفتره ماكو يعني اي دكتور ماكو يجي عليه، يعني فحصه مثلا او تشيكه او فشي. زين، ف بصراحه يعني بدات زوجتي تقلق. زين، هي تقول لي الدكتور وين؟ انا قلت لهم وين؟ هم هسه يجي هسه يجي هسه يجي. الطفل الان حالته قام السوء اكثر. زين، يعني بصراحه انا انفعلت بوقتها، انفعلت يعني بحيث قلت لهم معقوله مستشفى وطوارئ وهذا ابني ده يعاني من نقص اكسجين مبين، يريد اكسجين. طفل ده ابوعت عليه ابني، ده يتغير شكله، ده يتغير شكله. زين، هذا الحكي اثناء الحكي هذا الطبيب حضر، الطبيب حضر، اجى شايل ماسك الجنطه مالته، والطبيبات دني البنات حكوا وياه عن بعد طبعا ما يقارب 10 امتار بعد عنا هيك.
زين لا وصل يمه ولا حط سماعه عليه ولا شافه، مجرد هيك شيء. زين فكانت هاي مال الانبوب مال اللي اسمه الخشمه، فكانت يوخرها عن اللي الطفل اعتقد كان يريد اكسجين اكثر وده يضايق، فكان يشمرها يعني. وكنت امسك بيدي احاول اهدئه. زين زين فكتب له ابره، الحالة كتب له ابره. زين رحنا جبناها من برا. زين وتم اعطاها الابره امبوله يعني، اعطاها اياه. زين ورا ما يقارب بنصف ساعه الطفل حالته تدهورت يعني، واصبح لونه ازرق يميل للزراق يعني، مو بالنا هذا الجميل اللي تشوفينه هسه. رجعت عافيته شويه، شكله رجع ده تشوفينه هسه حاليا، صار شكله حلو. زين كان بوقتها لونه يعني صار ازرق يميل للزراق يعني، كانما حسيت بيه يعني راح يموت يعني. فانفعلت انا داخل المستشفى بصراحه. زين انفعلت. زين فطلبوا اشعه له. زين اخذوا له قسم الاشعه، اخذوا اشعه صدره، وكانت الوضع مزري داخل الطوارئ المستشفى، بحيث انه القنينه الاكسجين اللي نقلوا بها مؤمن للقسم الاشعه كان يقودها احد العاملين وهو معوق. عامل معوق يدفع لهم قنينه الاكسجين؟ نعم ست، العامل اللي يدفع قنينة الأكسجين هو القنينة، العامل الخدمة عندهم. زين اللي الفراش نقول عليه باللهجة العراقية. نعم اللي بالعامية الفراش اليوم معوق داخل هذه المستشفى، يسكح بالرجلة يعني هيك دايمين دايمين، وهو يدفع بالعربانة بالقنينة ويمشي. فأنا يعني بصراحة زين من شلته وديته ويا للأشعة. زين حتى تم قطع الأكسجين عنه يعني، الأنبوب الاكسجين تم قطعه، والعامل ارتبك يعني لان انا اركض بسرعه وهو معوق مخلينه، فتم فصل الانبوب. المهم رجعوه، كانت معنا احد الطبيبات اعتقد يعني، ابناء يعني طبيبه بنت شابه يعني هم راحت وياي، فودوه لقسم الاشعه. زين حطوه بالاشعه، و اثناء الحاله انا سلمتها، وكانت زوجتي ظلت بالطوارئ وكانت اختها معها يعني، اخت زوجتي وياي بدها تركض، لان زوجتي صار عندها حاله من الارباك والخوف والهلع يعني، صارت عندنا هلع ابنها الوحيد، وكان كل شيء ما بي، وصارت على هاي، فظلت يعني حتى هي تعرضت لنوع من صار عندها نوع ما تقدر تسوي، حتى رجليها ما تتحرك، فظلت بالطوارئ. الله يعينكم. زين فضل بالأشعة. المهم أخذنا الأشعة، رجعناه مرة ثانية للطوارئ، رجعناه لقسم الطوارئ، رجعوا ما أخذ الأشعة، رجعت أنا وظلت أحد أقاربي يجيب الأشعة وراي. فظل الطفل خلوه على، رجعوه على سرير نفس الطوارئ، فالطفل ظل يتنفس بصعوبة يعني، صار عنده حالته تغيرت بالتدريجي يعني، صار ده يتنفس وعيونه نططت يعني، كانما الموت جاء يعني، تحس بي يباو عليه وعيونه منططه يعني، فاتح عيونه ووجهه ازرق. زين انا صبت بحاله خوف وهلع، ومددوه على السرير وفتحوا قميصه والتموا عليه الاطباء اللي كانوا موجودين يعني، من شافوني انفعلت. زين استاذ ماجد يعني الاحساس والشعور اللي اجاك بلحظتها يعني، وانت الشعور يعني بهاي حالته والد بين الحياه وبين الموت، هو يعني معلق. انا بحاله انا بوقتها صار لحد الان اعاني من ضغط وسكر بالخوف اللي عشته داخل المستشفى، ظليت 21 يوم حاله خوف يعني كل ساعه، والى ذلك ادى الى احتراق المستشفى ثاني يوم يعني عند دخولي للانعاش، المستشفى احترق وتم اخلاء المستشفى، وامي ابني مشدود على الانبوب الاكسجين، احترق مستشفى بابل بوقتها. زين صار حريق وخلوا كل المستشفى ورا ثاني يوم، هاي اي مستشفى يعلمون بها المسؤولين والاطباء، واعتقد وصل احترق المستشفى وتم اخلاءه. يا مستشفى اللي تتكلم عنها؟ مستشفى النسائيه والتوليد يوم 22/3 يعني مستشفى حكومي؟ مستشفى حكومي نعم، تم اخلاءه بالكامل ونقلونا الطفل كان بالانعاش
ورا ما يعني صار الحادث يعني قبل لا يوصل العاش، زين تم احراق المستشفى، احترق ما اعرف خطا كهربائي، تماس كهربائي، فظلوا ابني قال ابنك يظل هنا ما يقدر ينقل، يعني حالته خطره. نعم. زين وظلينا بحاله رعب، يعني تحكين عليها 21 يوم احنا بحاله رعب، على ساعه يخلص الاكسجين لان المستشفى محترقه، وتم اخلاءها وقال على ساعه يخلص الاكسجين. زين وابنك احتمال يعني ما نعرف، ظليت بحاله خوف سنين عن شعوري، انا بحاله ظليت يعني الله يخلي انسان بهذا الموقف، الله يخلي انسان اتمنى يعني لا يخلي انسان بهذا الموقف شفته انا وزوجتي. نعم نعم الله يعينكم. بعد نعم. هاي الاحداث اللي ذكرتها خلال 21 يوم شنو اللي الأحداث. صار؟ بعد الاحداث هاي عنده ما اخذوا له شعر ورجعوا للطوارئ، فتم نقله ورا ما ساءت حالته حولوه للانعاش. زين هاي الفتره اللي تعارض فيها والاشعه استغرقت تقريبا من الوحده ونص الى الرابعه، فوق الرابعه مساء يعني تغير شفت، اجى شفت ثاني، راح الشفت الصباحي وجا شفت ثاني، شفت مسائي اجى استلم وشافوا قضيه ابني يعني عرفوها، حولوه للانعاش. للانعاش 4:30 العصر، توقعي من التسعه من التاسعه يعني فوق التاسعه الى الرابعه ونصف، يعني شيء يعني كان ما هم اللي قتلوا ابني بالطوارئ، مرحله دهورت حالته بالطوارئ من التسعه للاربعه ونصف. وانا سالت عليها قالوا المفروض يسعفونه باسرع وقت، شافوه عند ضيق ينسعف هذا الطفل باسرع وقت، اهل الخبره الاطباء اللي خارج المستشفى قالوا شلون هيك يسوون به؟ هذا المفروض ينسعف راسا. فكنت من حاجتهم احد اللجان شكلوها، كانوا يقولوا لي سرير ماكو دخل، قلت لهم لا عزيزي كان سرير موجود وطبلانه فاتح ويا ريت تطلعوا لي التصوير.